تحتفي المملكة العربية السعودية الشقيقة اليوم بذكرى تأسيس الدولة السعودية الأولى على يد المؤسس الإمام محمد بن سعود عام 1727 ميلادية. ويأتي الاحتفال بهذا اليوم الوطني على ضوء الأمر الملكي لخادم الحرمين الشريفين بأن يكون يوم 22 من فبراير يوما وطنيا للاحتفال بذكرى التأسيس، حيث تحيي المملكة العربية السعودية هذه المناسبة العزيزة استذكارا لامتداد الدولة السعودية التي تأسست قبل 3 قرون بهدف إبراز العمق التاريخي والحضاري والاحتفاء بالإرث الثقافي المتنوع، ووفاء لمن أسهم في خدمة الوطن من الأئمة والملوك الأوائل ومن أبناء الشعب السعودي الكريم. ويأتي الاحتفاء بيوم التأسيس السعودي هذا العام في ظل نهضة شاملة طالت مختلف القطاعات.